السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. لجنة متابعة مستجدات كورونا تحذر من التجمعات العائلية وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية. وزارة الصحة تعلن تسجيل 2039 حالة مؤكدة جديدة مصابة بكورونا في المملكة. وزارة الشؤون البلدية والقروية تعلن تعقيم 240 ألف موقع بفرق ميدانية مختصة في جميع مناطق المملكة. مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، المؤسسة العامة للتقاعد تعلن تقديم صرف معاشات شهر مايو إلى الاثنين المقبل. بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله بشأن تسهيل عودة المواطنين الراغبين من الخارج إلى المملكة، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية، غادرت الدفعة الأولى من أستراليا صباح اليوم متوجهة إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام. وكان في وداعهم بمطار سيدني الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم والقنصل العام للمملكة في سيدني وعدد من أعضاء السفارة. وقد عبر عدد من المواطنين المغادرين عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة أيدها الله ولسفارة المملكة لدى أستراليا على ما قدمته من تسهيلات في سبيل تأمين عودتهم والحرص على سلامتهم في ظل تفشي جائحة كورونا. عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم اجتماعها 85 برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن عفوزان الربيعة وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره. وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. وفي المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة عزا ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى الإناث والأطفال إلى عدم التزام البعض منهم بالتباعد الاجتماعي، مجددا النصيحة بضرورة البقاء. الكلام طبعا للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي. نريد أن نشارك معكم معلومات مهمة جدا، حيث تم رصد وتقصي لمجموعة من الحالات الإيجابية التي كانت تم ملاحظتها مؤخرا في الأسابيع الأخيرة، وبالرجوع إلى مصادر وطريقة انتقال العدوى فيها تبين أنها مرتبطة بوجود تجمعات اجتماعية، بوجود أسر في مناسبة قد تكون محدودة لكن تبقى تجمعا اجتماعيا في منزل، أو التقاء مجموعة من الأسر في منزل، أو التقائهم على مائدة أو على وجبة يجتمعون حولها بشكل مكثف، يعني مجموعة أسر من أكثر من منزل في وقت واحد، تبادل زيارات بطريقة قد تكون مكثفة. نعم، الأغلب الأعم السمة الظاهرة هي التقيد، لكن هنالك حالات للأسف رصدت وفي مجموعة من مدن ومناطق المملكة، أدى ذلك إلى طبعا انتشار في مجموعة من الفئات. نلاحظ ذلك يظهر في فئات معينة، مثلا في الإناث والأطفال نلاحظ أن نسبة الإصابة فيما بين الأطفال ارتفعت 125% في الفترة الأخيرة. نسبة العدد الحالات الإصابات اللي أصيب فيه الإناث ارتفع 100%. هذا يدل على أن هذا النشاط المجتمعي بوجود هذه التجمعات خطر جدا، وأثر
أثرا سلبيا على مجموعة من الفئات وعلى مجموعة من الأفراد. نسأل الله أن يحفظ الجميع. قبل أيام تشاركنا معلومات مهمة عن الار زيرو وكيف أنه من المؤشرات المهمة لتعطي انطباع عن انعكاس أو سرعة انتشار الفيروس، وقلنا بأن الحمد لله المجتمع يقترب من الواحد، لم يصل إليه لكن يقترب إليه. جهود الالتزام، جهود تطبيق الاحترازات ستؤدي بإذن الله إلى ذلك ونحقق الأهداف، لكن لا قدر الله بمثل هذه الأمثلة، بمثل هذا الوضع، بمثل هذه التجاوزات لو استمرت وكثرت لا قدر الله قد يحدث ارتداد ويرتفع مجددا. الله يحفظكم، الله يحميكم، نسألكم جميعا جدا أن تنتبهوا وتحرصوا. الله الله في آبائنا وأمهاتنا، إخواننا وأخواتنا، أبنائنا وبناتنا، وأزواجنا وكافة أحبابنا، كلنا مسؤولين والكل عليه أمانة أن يحمي ويحافظ على صحة وحياة الآخرين. وحول آخر مستجدات فيروس كورونا بالمملكة، أعلن الدكتور العبد العالي تسجيل 2039 حالة مؤكدة جديدة مصابة بالفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين 1429 حالة لتعافي جديدة. في المملكة العربية السعودية تم تسجيل 2039 حالة جديدة مؤكدة للإصابة بالفيروس. هذه الحالات أيضا موزعة على مجموعة من المدن في المملكة كما تلاحظون، وسيتم مشاركة تفاصيل ذلك بإذن الله معكم في تقارير ستكون لاحقة لهذا المؤتمر، إضافة إلى انعكاسها على البيانات التي ستخرج إن شاء الله ويتم تحديثها على الموقع الرسمي المخصص لتحديثات الفيروس في المملكة العربية السعودية. هذه الحالات الجديدة كان 25% منها في الإناث و 75% كانت مسجلة في الذكور، سجل 11% فيها في الأطفال و 86% سجلت في البالغين، فيما سجل 3% منها في فئة من هم 65 عاما فأكثر. 41% من الحالات سجلت فيما بين المواطنين و 59% سجلت في جنسيات متعددة أخرى، وقد يكون هذا الصعود أيضا في هذه النسبة مرتبط بالتجمعات التي سبق أن أشرنا إليها في مقدمة هذا المؤتمر لهذا اليوم. إجمالي الحالات بالتالي يصل إلى 46869 حالة مؤكدة للإصابة بالفيروس منذ ظهوره وحتى الحالات المؤكدة لهذا اليوم، من بينها 27535 هي حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية والمتابعة الصحية اللازمة لها. نحمد الله أن معظمهم أوضاعهم الصحية مستقرة ومطمئنة، وباستثناء 156 حالة هي حالات حرجة تتلقى الرعاية المكثفة اللازمة في عناية مركزة المناسبة لأوضاعهم الصحية. بحمد الله أننا نزال نرصد مزيد من حالات التعافي، وهذا أمر مبشر. اليوم نشارك معكم 1429 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 19051 حالة تعافي. هذا من المؤشرات الإيجابية ومن المؤشرات الجيدة، وبإذن الله يستمر في الصعود، وكل ما كان يواكب أيضا الانحسار في أعداد الحالات الجديدة من خلال تمسكنا كلنا والتزامنا بالسلوكيات الصحية سيكون الوضع بإذن الله باتجاه سليم. عدد حالات الوفيات المسجلة الجديدة هي 10 حالات سجلت في جنسيات متعددة في مكة وجدة وينبع والرياض، وتراوحت الأعمار ما بين 43 إلى 90 عاما، عانى معظمهم من مشاكل صحية مزمنة. نسأل الله لهم جميعا الرحمة والمغفرة، وبالتالي يصل إجمالي عدد الوفيات إلى 283 حالة. وتطرق الدكتور العبد العالي إلى أن المسحات الطبية التي يتم عملها في اختبار الإصابة بفيروس كورونا قد يتم إعادتها لأنها تعتمد بالدرجة الأولى على مستوى المخاطر الذي يقيمه الممارس الصحي. طبعا عملية أو قضية أخذ هذه المسحات الطبية يخضع لتقييم المختصين، فإذا كان تقييم المختص
مبني على وجود أعراض، مبني على وجود حالة صحية معينة تستلزم ذلك، سيتم أخذها، وإذا تبينت أنها سلبية رغم وجود الأعراض وعدم وجود مبرر لها ممكن تكرر وممكن تعاد. إذا كانت في ظروف عزل صحي أحيانا نعم نكررها لضمان، لأنه لضمان خلو الإنسان من الإصابة بالفيروس، لأن المخاطر كانت مرتبطة عالية. لكن في بعض الأمور التي تكون لا، الأعراض أصلا محدودة، المخالطة غير موجودة، الارتباط بمخاطر أو بؤر انتشار شبه معدومة، فهنا قد تكون المسحة الواحدة كافية ومطمئنة. قد تكون أيضا تأتي ضمن حملة لفحوص موسعة، فبالتالي أيضا لا يلزم إعادتها إذا كانت سلبية، فهي تعتمد على مستوى المخاطر اللي يقيمه الممارس الصحي. وعن انتهاء جائحة كورونا المستجدة، أوضح الدكتور العبد العالي أن نهاية هذه الجائحة ترتبط بعدة طرق، من أهمها التحكم بناقل العدوى والقضاء على مصدر العدوى الرئيسي، إضافة أيضا إلى إيجاد لقاح لتقوية المناعة. بشكل عام الجوائح أو الأوبئة من هذا النوع خاصة الفيروسية منها تنتهي أو تتقف هذه الجوائح وتندثر أو حتى تنكسر كامل حلقة انتشاره بعدة طرق. من الطرق الأساسية أنه يكون الوسيط أو الناقل أو المصدر للعدوى يتم التحكم فيه والقضاء عليه، مثل ما صار في فيروسات سابقة مثل فيروس السارس، تم معرفة الحيوان الذي ينقل أو يتسبب بأنه يكون وسيط في عملية نقل هذا الفيروس، فبالقضاء على هذا الناقل انتهت سلسلة الانتشار. الطرق الأخرى هو تكون المناعة عند الإنسان، ومن أهم طرق تكون المناعة وجود اللقاحات، وأيضا جزء منها المناعة الذاتية اللي يكونها المصابين. كل ما ارتفعت نسبة المناعة عند الإنسان كل ما كان أيضا هذا يكسر حلقات الانتشار ويكسر حلقات التفشي ويكسر الأوبئة. أيضا من العوامل المهمة إذا كان الفيروس قابل على أنه يغير من شكله ومن أنماطه ومن بيولوجيته، فبالتالي حتى اللقاحات أو المناعة ممكن تكون محدودة بزمن ثم يرجع مرة ثانية، فيضطرون أنه يسووا له لقاحات مختلفة ومتجددة، مثل اللي يصير الآن معنا مثلا في الإنفلونزا الموسمية. العلاج لا يعتبر كاسر لحلقة الانتشار، وإنما يعتبر يحسن للمخرجات والخدمة الطبية التي تقدم للحالات المصابة. فبالتالي هي اعتمد على أساسين، إما نكسر سلسلة انتشاره من خلال القضاء على الوسيط أو الناقل أو المصدر، أو إيجاد مناعة. ومن أهم الوسائل لها حاليا فيما نراه حاليا في هذا الفيروس هو ما سيكون من نتائج الأبحاث العلمية باتجاه إيجاد لقاحات. نسأل الله أن يصل العلم فعلا إلى لقاح ناجع يمكن من التحكم فيه. وفي غضون ذلك، أعلن مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة عن وصول خدمات تطوعية من الرعاية الصحية والتوعية والتثقيف إلى 3,500,000 مستفيد في مختلف مناطق المملكة خلال شهرين من الجهود المكثفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأكمل المتطوعون والمتطوعات الذين يزيد عددهم في الميدان عن 8,300 أكثر من 140,000 ساعة تطوعية شملت مهاما وأعمالا في مجالات عدة كالتقصي الوبائي والفحص المجتمعي والعمل في المحاجر والمؤسسات الصحية والاستشارات الطبية والرعاية المنزلية. وشاركوا أيضا في توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم والعمل الإداري والدعم اللوجستي للكوادر الصحية. من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور سفر بتار أن المركز استقبل أكثر من 157,000 متطوع ومتطوعة عبر منصة التطوع الصحي التي أطلقت استنادا على الأمر السامي القاضي بتشكيل لجنة تنفيذ خطة التطوع لمواجهة جائحة كورونا. استشعارا لدورها المجتمعي وتجسيدا أيضا لروح المبادرة، أطلقت جامعة القصيم عددا من المبادرات الطبية من خلال عيادات افتراضية تقدم الاستشارة والخدمة العلاجية للمستفيدين. ضمن مسؤولياتها المجتمعية، تواصل جامعة القصيم تنفيذ مبادرة استشر طبيبك وانت في بيتك من خلال العيادات الطبية الافتراضية التي يقوم عليها أعضاء هيئة التدريس تطوعيا
من مختلف التخصصات الطبية إسهاما من الجامعة في تكامل الخدمات الطبية والصحية في ظل جائحة كورونا. العيادات تم إنشائها وتصميمها من قبل طاقم إداري وطبي من منسوبي الكلية باستخدام أحدث الوسائل التقنية اللي وفرتها الجامعة. تم مشاركة أكثر من 32 طبيب مختص، وتم عمل أكثر من 130 عيادة، وتم خدمة فيها ما يزيد على 400 مريض. تم إحالة أكثر من 7 حالات إلى المستشفيات لأخذ العلاجات اللازمة والطارئة فيها. ويتم تشخيص حالة المريض وتقديم الاستشارة الطبية عبر الاتصال المرئي من مختلف العيادات. برنامج المرئي برنامج زوم يلتقي الدكتور بالمريض بموعد محدد، يتم عن طريقه أخذ التاريخ المرضي والتشخيص المبدئي أو النهائي ورفع إذا وجد أشعات أو تحاليل، بعدها يصرف له العلاج المناسب عن طريق برنامج أنات أو المدينة الجامعية، أو يتم تحويل المريض إلى أحد المستشفيات. وتسهم المبادرة في التخفيف على المستشفيات من المراجعين الذين لا تستدعي حالتهم الصحية الذهاب للمنشآت الصحية حفاظا على صحتهم وسلامتهم. لأخبار السعودية، علي العطينان، القصيم. ومن جهتها نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الشهرين الماضيين تطهير وغسيل أكثر من 240 ألف موقع عبر الفرق الميدانية المختصة في جميع الأمانات والبلديات الفرعية التابعة لها على مستوى جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة. وتأتي أعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية المستمرة والمتسلسلة التي تنفذها الوزارة لمكافحة فيروس كورونا المستجد خلال فترة منع التجول برش وتطهير الأحياء والمرافق العامة والطرقات، إضافة إلى تكثيف العمل في أسواق النفع العام والمواقع المحيطة بالمستشفيات والفنادق والمراكز والأسواق التجارية داخل الأحياء السكنية. وتباشر فرق العمل الميدانية مهامها على مدار الساعة تحت إدارة كوادر متخصصة مبينة تزامن عمليات التطهير مع أعمال الرقابة الصحية على المنشآت التجارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمكافحة فيروس كورونا. حرصت أمانة المنطقة الشرقية على تكثيف جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية وكذلك حملات التعقيم والتطهير، والتي تأتي ضمن حرصها في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. ونفذت الأمانة 832 جولة، منها 10 جولات مشتركة مع مجموعة من الجهات ذات العلاقة. واشتملت الجولات على الكشف عن مجموعة من المخالفات، والتي تمثلت في الكشف على مخالفات التكدس، حيث قدرت ب 38 مخالفة للتكدس في الأسواق المركزية و7 مخالفات في مساكن العمالة، إضافة إلى 30 مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا. وتحرص أمانة المنطقة الشرقية على تكثيف الحملات الرقابية المستمرة لتطبيق الأنظمة وعمل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال 10 الأواخر من رمضان. وتؤكد أيضا الأمانة بأن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة في عدد من المواقع لمنع انتشار هذا الوباء. ولمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ محمد صفيان. أستاذ محمد، مساء الخير. أولا، ما هي آخر الجهود المبذولة من قبل الأمانة لمكافحة جائحة كورونا؟ يعني أرحب فيك في البداية وأرحب جميع السادة المشاهدين، وأدعو الله أن يزيل هذه الغمة على هذه الأمة. لا شك أمانة المنطقة الشرقية تحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا. حرصت أمانة المنطقة الشرقية منذ ظهور هذا الفيروس على القيام بعدد من الإجراءات، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات لمواجهة هذا الفيروس. دعني أوضح جانب أخي الكريم، أمانة المنطقة الشرقية ومنذ بداية شهر رمضان قامت بالعديد من الجولات المراقبين الصحيين، وبلغت 18907، شملت منافذ البيع والأسواق التجارية وكذلك
أسواق الخضار. كذلك قامت بعدد من الجولات المشتركة مع الجهات المعنية سواء وزارة التجارة أو الجهات الأمنية أو مكتب العمل، بلغت 413 جولة. هذا بالإضافة لعدد المواقع التي تم تطهيرها منذ بداية رمضان وحتى هذا اليوم، بلغت 23,000 جولة و503 موقع بمشاركة كوادر نظافة البالغ عددها 12,000 عامل. كذلك مشاركة الأفراد المشاركين بالجولات الرقابية والبالغ عددها 2,304. هذا بالإضافة أن هناك عدد من المراقبين الصحيين والبالغ عددها أكثر من 2,300 مراقب. طبعا هناك عدد كبير من آليات النظافة وآليات الإصلاح البيئي، حيث بلغ عدد آليات النظافة حدود 2,000 وأكثر من 2,400 آلية، وعدد آليات الإصلاح البيئي 1,761. طبعا الأمانة مستمرة في عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية وإطلاق العديد من المبادرات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا. كذلك الأمانة حرصت على يعني إطلاق العديد من المبادرات. كان يوم أمس أطلقت مبادرة وحدة تعقيم ذاتية تقوم بثلاثة أعمال في وقت واحد، وهي خمسة يعني وحدات تعقيم. كان أولها في سوق الخضار تقوم بعمل التعقيم والتطهير وقياس درجة الحرارة. كذلك قامت اليوم أيضا بتدشين البوابة، بوابة التعقيم للمركبات، وذلك في الأماكن أو الطرق الرئيسية المحورية التي يكثر فيها يعني ازدحام السيارات. هذا في شارع الملك سعود، وهذا الشارع معروف بكثرة محلات بيع السيارة، بيع قطع الغيار وأعمال الزينة، وبالتالي يكون هناك عملية يعني إصلاحات على أسطح هذه المركبات. وبالتالي وضعنا هذه البوابة لتعقيم كافة السيارات بعد الانتهاء من عملية التصفيح في هذه المحال. أمانة المنطقة الشرقية أيضا حرصت على تكثيف كافة الحملات الرقابية المستمرة خاصة مع الدخول لشهر رمضان، أيضا لتطبيق الأنظمة وعمل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. هذا بالإضافة لتكثيفها في العشر الأواخر من رمضان. ونؤكد طبعا بأن أعمال التطهير والتعقيم والجولات مستمرة بإذن الله في كافة المواقع لمنع انتشار هذا الوباء. الأمانة انتهت من المرحلة الأولى بواقع 100% من تعقيم وتطهير ونظافة كافة المواقع في المنطقة الشرقية، وبدأنا في المرحلة الثانية الآن تعقيم والتطهير مع التركيز أيضا على أماكن التلامس وأماكن الازدحام كالمواقف المراكز التسوق وسوق الخضار والأسطح الخاصة بمنافذ البيع. هذا بالإضافة إلى الصرافات الآلية الخاصة بصرف المبالغ، كذلك جميع أماكن الزحام والتلامس من ممسى وغيرها. نعم جميل. أستاذ محمد، يعني جهودكم ترى فتشكر في هذا المجال لا شك، يعني وجميع أمانات المناطق في كل مناطق المملكة، لكن نحن نلاحظ ويلاحظ الجميع من مقيمين ومواطنين أيضا التكامل الرائع بين جميع الجهات ذات العلاقة طبعا من الأمانة ومعها أيضا بعض الجهات للتفتيش وعمليات أيضا الجولات المشتركة أيضا لمكافحة هذا الوباء. يا ليت تعطينا وتعطي المشاهد الكريم عن هذا التكامل وأيضا هذه الجهود وأيضا هذا التفاعل من الجميع، كيف تسير الأمور بينكم وبين الجهات الأخرى ذات العلاقة في هذا الجانب؟ لا شك أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل وفق منظومة متكاملة من الجهات الخدمية، سواء الجهات الأمنية أو وزارة التجارة أو العمل أو غيرها من جهات أخرى تعمل، يعني جميعها وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز وسمو نائب صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلمان، وبمؤازرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومتابعة وتوجيه من معالي الوزير الأستاذ مجد الحقيل، وبإشراف ومتابعة أيضا من معالي أمير المنطقة الشرقية. الجولات المستمرة ودائما تقوم بها الأمانة بالتنسيق دائما المباشر معهم، سواء في خدمات التوصيل المنزلي على سيارة الطلبات للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية عليهم، أو كذلك في الأسواق الخضار المركزية للتأكد من سلامة الغذاء، وأيضا الجهات الأخرى تتأكد أيضا من وفرة الغذاء. هذا بالإضافة إلى
تكدس العمالة في السكن السكن وغيرها من مشاكل أخرى تقوم الأمانة بالتعاون مع كافة الجهات الخدمية لمعالجتها. جميل. الأستاذ محمد الصفيان المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية، شكرا جزيلا لك ونلتقيك على خير إن شاء الله. وتحت شعار لأن حياتكم تهمنا ولأن صحتكم أمانة، أنهت بلدية محافظة حوطة بني تميم تركيبة وحدات التعقيم الذاتية بسوق الخضار والفواكه بالمحافظة، حرصا منها على المواطنين والمقيمين لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى القيام بأعمال رش 2987 موقعا والقيام ب 952 جولة رقابية على عدد من المواقع. وللحديث أكثر أيضا ينضم معنا رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس القحطاني. مهندس فارس مساء الخير، بداية حدثنا عن الجهود المبذولة من قبل البلدية في هذا الجانب. مساء النور، حياكم الله. حياك الله. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحظى ولله الحمد بدعم من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واهتمام ومتابعة من سمو سيدي ولي العهد لكل ما يخدم الوطن والمواطن. قامت البلدية في الفترة الأخيرة لخدمة الأهالي المحافظة بتوفير وحدات تعقيم ذاتية مزودة بكاميرات لقياس درجة الحرارة لجميع مرتادي سوق الخضار والفواكه، وكذلك في مواقع أخرى تهم المواطن مثل مبنى البلدية وسكن العمال وغير المواقع هذه. قامت البلدية حقيقة خلال الفترة هذه من بداية الجائحة بتكثيف أعمال الرش والتطهير والتعقيم لواجهات المباني التجارية والطرق والحدائق وواجهات المباني الحكومية ومرافقها والمباني الأمنية، بالإضافة إلى الجولات الرقابية المكثفة على المحلات المتعلقة بالصحة العامة وأسواق النفع العام، حيث بلغ إجمالي المنشآت التجارية التي تم إغلاقها احترازيا من بداية الجائحة أكثر من 218 منشأة مختلفة الأنشطة، ومنها 23 منشأة تم إغلاقها بسبب مخالفتها للاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية. وكذلك قامت البلدية بمنع تقديم الطلبات محليا وإلزامهم بإحكام إغلاق الطلبات قبل تسليمها، كما تم تفعيل جميع الخدمات الإلكترونية وفتح جميع القنوات التواصل بين المواطن والبلدية وتكثيف الحملات التوعوية لخدمة المواطن والمقيم. الفترة الأخيرة ولله الحمد جهود البلدية متواصلة دون توقف، لعل آخر هذا الأسبوع تم إغلاق ثلاث مواقع ثبت فيها ثلاث حالات إصابة فيروس كورونا وتم إغلاقها احترازيا وتكثيف أعمال الرش والتعقيم لتلك المواقع، بالإضافة إلى إغلاق مجموعة من مواقع سكن العمال المخالفة بمشاركة اللجنة المختصة بذلك والمشكلة من المحافظة والبلدية والمستشفى وفرع وزارة التجارة والشرطة، وذلك لعدم التزامهم بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسكن العمال واستخدام السكن لغير ما خصص له. في بعض الإحصائيات اللي تمت في الأخير اللي أنت ذكرتها مقدما أن البلدية خلال الجائحة هذه تم يعني جولات مكثفة للجهات الرقابية فيها أكثر من 950 جولة خلال الفترة هذه، ورش وتطهير أكثر من 2900 موقع، ورفع أكثر من 8000 طن من المخلفات المنزلية وأكثر من 6500 طن من مخلفات الأنقاض والمباني، وذلك بمشاركة أكثر من 44 آلية و200 عامل و13 مرافق. جميل. عموما حمى الله الجميع، عانكم الله على ما أنتم عليه طبعا، وجهودكم أيضا ترى فتشكر، ولا شك بأن خدمة الوطن أيضا في مثل هذه الجوائح هي مسؤولية الجميع. سعادة المهندس فارس القحطاني رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم، شكرا جزيلا لك. أيها السادة، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. تسهيلا على الطلبة والطالبات، قياس تحذف 25% من محتوى الاختبار التحصيلي.
أهلا بكم من جديد. أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنها ستصرف معاشات المتقاعدين والمستفيدين لشهر مايو يوم الاثنين المقبل بدلا من موعد الصرف المعتاد الذي يوافق 25 من كل شهر ميلادي، نظرا لتزامن موعد الصرف مع قرب حلول عيد الفطر المبارك. يأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على دعم عملائها من المتقاعدين والمستفيدين ومراعاة لمصالحهم وفق ما تضمنته أهدافها الاستراتيجية السعية نحو تقديم خدمات متميزة لعملائها. يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد سخرت كل طاقاتها وإمكاناتها خلال الفترة الحالية لضمان تقديم خدماتها عن بعد، ومن ذلك صرف مستحقات ومعاشات شهر مايو لأكثر من 1,200,000 متقاعد ومستفيد بإجمالي يزيد على 7 مليارات ريال سعودي متضمنة بدل غلاء المعيشة. ضمن حرص هيئة تقويم التعليم والتدريب على أبنائها الطلبة والتسهيل لهم، فقد قررت حذف 25% من محتوى مواد الاختبار التحصيلي، كما زادت زمن الاختبار بمعدل 5 دقائق إضافية لكل قسم. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الله السعدوي مدير عام الإدارة العامة للقياس والاختبارات. بداية دكتور مساء الخير، وهل لك أن تبين لنا ما هي المحتويات للمواد التي تم حذفها في الاختبار التحصيلي؟ مساء الخير أستاذ نافي، ومساء الخير على المشاهدين والمشاهدات. حقيقة الاختبار التحصيلي هو إحدى الاختبارات اللي تعد ركيزة للقبول في الجامعات، والاختبار يتكون من نوعين من الاختبارات، إحداهما يسمى الاختبار التحصيلي العلمي والآخر الاختبار التحصيلي النظري. الاختبار التحصيلي العلمي يتكون من 4 مواد وهي الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات، والنظري يتكون من 7 مواد هي التوحيد والحديث والفقه والبلاغة والأدب والنحو والدراسات الاجتماعية. أيضا يوجد نسخة باللغة الإنجليزية من الاختبار التحصيلي العلمي. فهذا هو الاختبار، وهو يعد إحدى الاختبارات التي يعني تعدها الهيئة، وأيضا يعتبر إحدى الاشتراطات القبول في الجامعات بالإضافة لاختبار القدرات. جميل دكتور عبد الله، يعني شهدنا بأن هناك أيضا حذف ل 25% من محتوى مواد الاختبار. هل جميع المواد الاختبار سيحذف منها جزء أم ستحذف بعض المواد أم كيف؟ كما تعلمون نحن نعيش الآن في جائحة كورونا، وبالتالي يعني تسهيل لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات حاولنا أن نحذف ما قد يدرس في الفصل الدراسي الثاني، وبالتالي كل المواد التي يفترض أن تدرس في هذا الفصل حذفت، وبعضها طبعا مثلت تقريبا 25% من المواد. فأعطيك على سبيل المثال في المقررات، نظام المقررات بالثانوي حذف الأحياء رقم 3 وكيمياء رقم 4 وفيزياء رقم 4 ورياضيات 6، وبالنسبة لنظام الفصلي حذف الأحياء 5 وأحياء 6 وأيضا كيمياء وفيزياء ورياضيات 6 وبالإضافة إلى علم البيئة. أما فيما يتعلق بالاختبار النظري فحذف الفقه والنحو والأدب أو يمكن أن نقول علوم شرعية يعني بشكل عام المستوى السادس لهذه المواد اللي هو الفقه والنحو والأدب والتاريخ. نعم، يعني أفهم من كلامك دكتور أنه المواد الفصل الثاني حذفت جميعا. نعم، يعني تسهيلا لأبناء الطلاب وأيضا استشعارا كما تعلم يعني ما حدث في الفصل الثاني، وإن كنا نتوقع يعني بمشيئة الله أنه يعني تعلموا أو درسوا هذه المواد، ولكن يعني
نوع من التسهيل في ظل هذه الظروف. نعم، أيضا زمن الاختبار أضيف له 5 دقائق إضافية لكل قسم. نعم. كيف ذلك؟ صحيح، هي صحيح. الاختبار طبعا هو ليس حاجة جديد، الاختبار طبق من عام 1424. نعم. ولكن لأول مرة يطبق يعني أونلاين عن بعد، وبالتالي يعني ارتينا أن يكون الوقت يعني شوي يعني زيادة بواقع 5 دقائق لكل اختبار، بحيث الطالب لا يكون تحت ضغط الوقت، وإن شاء الله أن الوقت يكون كافي يعني بشكل كبير للطلاب والطالبات لأداء الاختبار بكل يسر وسهولة. نعم، جميل. إذن دكتور عبد الله السعدوي مدير عام الإدارة العامة للقياس والاختبارات، شكرا جزيلا لك، نلتقيك على خير إن شاء الله، عانكم الله ووفقكم في مثل هذه الظروف العصيبة والاستثنائية. حققت المديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية شهادة المعيار العالمي لإدارة أمن المعلومات من المنظمة الدولية للمعايير الآيزو، التي تعد من أرفع الشهادات المعتمدة دوليا لجودة إدارة أمن المعلومات. ويأتي هذا الإنجاز في إطار اختيار الضوابط الأمنية الكافية والمناسبة، والتي تم من شأنها حماية الأصول المعلوماتية وترسيخ ثقة جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى بناء أطر عمل لنظام إدارة أمن المعلومات وحمايتها بما يخدم سرية وأمن النظم المعلوماتية ويضمن جاهزية المعلومة وصحتها. أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسر المهندس علي العسيري أن البنية التحتية للقطاع الحكومي كانت جاهزة لنقل خدماتها للأسلوب الرقمي، مبينا أن إجمالية تبادل المعلومات إلكترونيا بين الجهات الحكومية قد جاوز 142 مليون عملية خلال فترة العمل عن بعد، مؤكدا أن المواطن لا يحتاج إلى زيارة مقر الجهة الحكومية للحصول على الخدمة. أشار أيضا إلى الجهود التي بذلها برنامج يسر لمساعدة القطاع الحكومي للعمل عن بعد، بدءا من تمكين الجهات الحكومية من الحصول على سياسات وإجراءات العمل عن بعد وتقديمها عبر بوابة قيادات تقنية المعلومات، حيث استفاد منها 94% من الجهات الحكومية، إضافة إلى تقديم آليات إدارة الأزمات، مؤكدا حرص البرنامج على تبني الجهات الحكومية لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الجانب. أوضحت أرامكو السعودية بشأن ما ورد في تقريرها الأولي للربع الأول من العام 2020 من اكتشاف حقلين جديدين خلال الربع الأول من عام 2020، بأن وزارة الطاقة ستقوم بالإعلان عنهما بالتفصيل بعد مراجعة بيانات الاكتشاف حسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح المرعية في هذا الخصوص. للمسجد النبوي العديد من المعالم والشواهد التاريخية التي رعيت وتطورت أيضا على مر التاريخ الإسلامي من حيث العناية والاهتمام، ومن هذه المعالم أبواب المسجد النبوي التي بلغت بعد آخر توسعات للمسجد أكثر من 100 باب. ما إن تدلف بجسدك وقلبك إلى المسجد النبوي الشريف حتى تشعر بعظمة المكان وروحانيته، وتمتزج في روحك نكهة خاصة تحمل عبق التاريخ الإسلامي، فأينما اتجهت فثمة أثر يتحدث عن مرحلة زمنية أو مكانية من مراحل مولد الدين الإسلامي. رائحة العطور الشرقية الأخاذة تختلط مع رائحة خشب الساج والجوز لأبواب المسجد النبوي الشريف التي ارتبط معظمها بأسماء وأحداث عرفت بها حتى يومنا الحاضر. شهدت أبواب الحرم النبوي تعديلات وتجديدات تشير إلى اهتمام بالغ بواجهات الحرم النبوي وأبوابه التاريخية، وكلما تم توسعة للحرم وكب ذلك تجديد وتعديل أو حتى زيادة في أبواب الحرم النبوي حتى بلغ عددها أكثر من 100 باب بعد أن كانت 3 أبواب في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. 10 أبواب فقط هي الأبواب الرسمية، أما بقية الأبواب فهي عبارة عن مداخل تابعة للأبواب الرئيسية، أشهرها تاريخيا باب جبريل، وهو باب يقع في الجهة الشرقية من المسجد، وباب النساء، وهو باب فتح في عهد الخليفة عمر بن الخطاب خصيصا لدخول النساء إلى المسجد، وباب عبد المجيد سمي بهذا الاسم نسبة للسلطان عبد المجيد الأول
الذي افتتحه وباب السلام البوابة العلم للمسجد النبوي. أول ما يلفت أنظار زوار المسجد النبوي الشريف تلك الأبواب المهيبة، حيث صممت في التوسعة السعودية الأولى وفقا لتخطيط هندسي دقيق ورؤية معمارية وجمالية روعي فيها روح العمارة الإسلامية وزخرفتها، ونوعية الخط الذي رسم بها اسم النبي عليه الصلاة والسلام في قلب كل باب. كما صنعت أبواب التوسعة السعودية الثانية بشكل خاص، حيث تطلب صنعها كميات كبيرة من الخشب، تم الحصول على ما هو متوافر منه في أنحاء من العالم، وجفف آليا بالمملكة المتحدة، ثم شحن إلى إسبانيا، إذ صنعت هنالك الأبواب وفق أساليب عريقة، لم تستعمل فيها المسامير أو الغراء. أما العناصر الزخرفية النحاسية فصبت في فرنسا وصقلت ثم طليت بالذهب قبل تركيبها. للمسجد النبوي العديد من المعالم والشواهد التاريخية التي رعيت وتطورت على مر التاريخ الإسلامي من حيث العناية والاهتمام. من يتجاوز هذه الأبواب إلى داخل الحرم ينكشف أمامه التاريخ بمنابعه الأولى. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. بأمر من خادم الحرمين الشريفين، المملكة تتبرع لماليزيا بأكثر من 7 ملايين وحدة طبية لمحاربة كورونا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حزمة من المساعدات الطبية إلى ماليزيا والتي بلغت 7 ملايين وحدة طبية، كما تواصل الملحقية الدينية من جهتها جهودها لتقديم الإفطار للصائمين، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين. بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وصلت إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور شحنة من المساعدات الطبية، وذلك في إطار ما وعدت به المملكة العربية السعودية شقيقتها ماليزيا من تكاتف وتعاون في مواجهة الأزمة العالمية، فيما تعد تلك المساعدات الطبية هي الأكبر من نوعها منذ بداية الأزمة. بناء على طلب من الحكومة الماليزية وفي إطار الجهود المشتركة بين المملكة العربية السعودية وماليزيا مكافحة جائحة كورونا، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بتقديم مساعدات طبية إلى ماليزيا لمكافحة وباء كورونا. وقد تم تكليف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتأمين هذه الاحتياجات، وقد قام المركز بالتواصل مع الجهات الماليزية المختصة خاصة وزارة الصحة ووزارة الخارجية للوقوف على احتياجات ماليزيا في هذا المجال، وتم تأمين عدد من الاحتياجات تشمل أقنعة وتشمل أجهزة التنفس الصناعي بالإضافة إلى ملابس واقية والعديد من الاحتياجات والمعدات فيما يتعلق بمكافحة وباء كورونا. لفتة أخرى أخوية من أرض الحرمين، فقد تكفلت المملكة العربية السعودية بناء على توجيهات سمو ولي العهد بإعادة العشرات من الماليزيين العالقين المقيمين على أراضيها. منذ بداية الجائحة التقى وزيري الخارجية السعودي والماليزي افتراضيا لمواجهة الوباء، تمخضت عنه مساعدات إنسانية من لدن المملكة العربية السعودية وإجلاء الرعاية من كلا البلدين. دأب السفارة خادم الحرمين الشريفين وملحقياتها في ماليزيا على تقديم الدعم المادي طوال الشهر الكريم لأفراد الخطوط الأمامية، عرفانا منها بجهودهم على حرص وسلامة المواطنين والمقيمين في ماليزيا. هذه المساعدات تعكس متانة العلاقات بين السعودية وماليزيا رغم ما واجهتها من تحديات كثيرة، وهذه المساعدات الطبية تعطينا فرصة لتقريب وتعزيز العلاقات، ولن ننسى هذه الوقفة من المملكة. هذه ليست أولى ثمار التعاون الثنائي، كانت هناك مساعدة كريمة في إجلاء المواطنين الماليزيين في السعودية، وأيضا حكومتنا تقدر هذا الجهد، وانتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده
الأمير محمد بن سلمان وأيضا الوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على هذه المساهمة والمساعدة. وقد حان الوقت المناسب للسعودية وماليزيا بأن يساهما معا في مكافحة كوفيد-19. العالم تغير وسوف يستمر في التغير بسبب فيروس كورونا، لكن العلاقات بين الرياض وبوتراجايا سوف تبقى قوية. لقاء جمع سفير خادم الحرمين الشريفين ووزير الشؤون الدينية في ماليزيا الذي أشاد بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة ضيوف الرحمن، مثمنا برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين والذي استفاد منه أكثر من 20,000 شخص في ولايات ماليزيا. لتلفزيون المملكة العربية السعودية، محمد غروي، بوتراجايا. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. لجنة متابعة مستجدات كورونا تحذر من التجمعات العائلية وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية. وزارة الصحة تعلن تسجيل 2039 حالة مؤكدة جديدة مصابة بكورونا في المملكة. وزارة الشؤون البلدية والقروية تعلن تعقيم 240,000 موقع بفرق ميدانية مختصة في جميع مناطق المملكة. مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، المؤسسة العامة للتقاعد تعلن تقديم صرف معاشات شهر مايو إلى الاثنين المقبل. شكرا لكم مشاهدينا على طيب متابعتكم، ومن هذا المنبر نقدم الشكر لأبطال الصحة على تفانيهم وجهودهم في التصدي لوباء كورونا. سنفوز بإذن الله في المعركة. في أمان الله.